أول ما شافت العريس في الفيرست لوك وشها جاب ألوان ومسك نفسها من العياط بالعافية ومش طايقة منه كلمة، والفيديو بتاعها لف مصر كلها. الناس على طول سموها العروسة المغصوبة وقالوا لها ربنا يكون في عونك، أكيد مغصوبة على الجوازة. ودلوقتي العريس لأول مرة بيرد، والميك اب ارتست دخلت على الخط هي كمان. فإيه الحكاية؟ من كام يوم كده السوشيال ميديا ولعت بفيديو العروسة مكشرة وباين عليها الزعل ساعة ما العريس دخل عليها. الناس على طول افتكرت ان العروسة دي متجوزة غصب عنها، لانه حسب الفيديو دي مش زعلانة بس، دي كمان كانت عمالة تودي وشها الناحية التانية. الناس على السوشيال ميديا مسكتوش، واحد كتب ازاي عروسة وشكلك زعلانة كده، اكيد مغصوبة على الجوازة، حرام على اهلك لو هم اللي غصبينك. وواحدة تانية قالت فيديو العروسة المغصوبة ده يزعل، ما تسيبوا عيالكوا يختاروا يا جماعة، ما تعملوش فيها فتوات البلد. وناس تالتة قالوا ان العروسة متضايقة علشان العريس مش لابس بدلة وجايب قميص وبنطلون عادي. علشان نعرف الحقيقة، اسماء صبري الميك اب ارتست اللي صورت الفيديو ونشرته قالت انا نشرت الفيديو بعد ما العريس والعروسة وافقوا. وقالت كمان في فيديو ليها على التيك توك ان العريس هو اللي اتصل بيها وقال لها ليه الفيديو منزلش، وقالت ان العروسة كانت فرحانة جدا وموافقة على العريس ده، حتى كده باسمه على ايديها. بس لما شافت العريس داخل بقميص وبنطلون من غير بوكيه ورد زعلت شوية، وكمان اتكسفت من شكله قدام صحابها والناس لانهم عاملين فرح كبير ومسرح وهو لابس كاجوال وكان مفروض يلبس كلاسيك. أسماء شرحت إن العروسة كانت مستنية العريس يجي ببدلة وبوكيه ورد، وإن الزعل ده ما طولش غير دقايق، وبعدين العروسة خرجت مع العريس واحتفلوا بالخطوبة في قاعة في كفر الدوار. وكمان قالت إن العروسة اسمها شهد من قرية في كفر الدوار واتخطبت من كام يوم بس، وإنها جت تحجز الميك اب وهي فرحانة ومبسوطة وحتى اختارت الميك اب بتاعها مع العريس. وأسماء قالت كمان لكل الناس اللي اتهمتها انها نزلت الفيديو علشان تعمل ترند انها ما كانش قصدها وما كانتش نزلت الفيديو، بس العريس هو اللي اتصل بيها علشان الفيديو ينزل. من ناحية تانية العريس رد على الموضوع وقال انه ما كانش متوقع ان الفيديو هينتشر بالسرعة دي ويعمل كل المشاهدات دي، وقال انه طلب من الميك اب ارتست تمسح الفيديو بعد ما انتشر. العريس اكد ان الخطوبة تمت وسط الاهل في قاعة في كفر الدوار، وانه والعروسة كانوا فرحانين جدا ومفيش اي مشاكل ما بينهم، بس قال ان التعليقات السلبية هي اللي زعلته. وقال كمان ما كناش متوقعين ان الفيديو هيعمل كل المشاهدات دي ويبقى ترند، الميك اب ارتست ما كانتش عايزة الموضوع يوصل للدرجة دي. واضاف ان صاحبة العروسة هي اللي طلبت تنشر الفيديو، وعلى كلامه الخطوبة خطوبة صالونات زي ملايين الشباب، وهو والعروسة ما كانوش يعرفوا بعض قبل كده، بس لما قعدوا مع بعض حصل ما بينهم قبول. وقال انه برغم كلام الناس اللي بيقول ان العروسة مغصوب على الجوازة، العروسة لسه معاه وهو خطبها وهو ما زعلهاش في اي حاجة خالص. ودلوقتي قولولنا، هل انت ممكن تروح خطوبتك بلبس كاجوال زي العريس؟ ولو انت مكان العروسة هتعملي ايه؟